بحبك ليه انت لا، انا بعزك ليه انت لا، انا بحبك ليه انت لا، انا بعزك ليه انت لا، واجي كده اهو اجي كده اهو كده 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 الله يسامحك يا اللي في بالي لا 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 تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي غزال واجي كده اهو اجي كده اهو كده 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 الله يسامحك يا اللي في بالي انا بحبك وغيرك انت نوبدي نوبدي تذكرني دايما وتحبي بعدي سمبدي ايه سمبدي مش كوفراش كوفر لسه لهلا ما رجعت اصلا انت مو اخذ عقلك الا هالمساله قليلي هالمساله مرت عمي هي حريمه لك العمى بعيونك العمى ما كنت تقدر تنسالي هالكلمات ان لك عبير واخوها يلي جاي من الارجنتين عزموه على الغداء سمعنا انت هاي الدنيا صارت المساء ضروري يعزموه على العشاء هلا مين بده يوصله ما بعرف من ايش خايف فرج الدنيا امان بعدين بسام بوصلها لباب البنايه مين بسام اخوها العبير زاداً أنا مو خايف غير من هاد بسام إسا كل يوم والتاني عازم لي إياهن على عشاء ولك ما عم يعزمها لحالة عم يعزمها هي ورفعات عبير وليش عم يعزمهم؟ عم يدور على عروس ها؟ شفتي شلون؟ عم يدور على عروس شفت شو عم بقول أمك؟ عم يدور على عروس لك ما معقول يفكر فيها لكوسر كوسر مكتوبة إلى حبيبي لو أنت رحت عند البياع وقلت له شلي هالصفط الحلاوي على جنب لبينما أرجع من الشغل باخده معي بيقول لك لا ما أنا مضطر يقول لي لا بيخلي لك يا على جنب بس إذا إجا واحد تاني وقال له أعطيني هالصفط الحلاوي بيعطيها ولا ما بيعطيها احتمال يعطيها شفت شفت شلون احتمال ليش لأنه صفط الحلاوي غطاء عليه مزبوط مزبوط أما لو كان صفط الحلاوي من شال من عليه الغطاء وهو دايق منه ولنه دوقة واحدة كان البياع ما بيقدر يبيعه لغيره مزبوط مزبوط فهمك كفاية لك شو دخلت كوسر بصفات الحلاوي؟ تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال واجي كده هو كده كده هو كده 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 الله يسامحك يا اللي في بالي لا 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 انا بعزك ليه انت لا انا بحبك ليه انت لا واجي كده هو كده كده هو مساء الخير تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال زهرة ما بتتفوت شو فيلم بياخد العقل فراش اجا صفط الحلاوي روح انت ومرتك على الغرفة روح بدي احكي انا وخطيبتي هتنباع بالعزاء انت وياها جميل روح تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال تعبتي قلبي روحي نامي نحنا كمان رايحين ننام ايوه تعبتي قلبي يا غزال كنتوا بالسينما؟ لك لا فيلم فيديو وعم بيفرجيكم على افلام زحطه كمان شبك فراش شو زحطه ما زحطه فرجانا على الفيلم تبع بطوله العالم بالمفاكشه مو هو بطل العالم بالمفاكشه عليه عضلات زنده مثل الحديد كتافه مثل كتاف جرين دايزر بيشبه الرجل العجيب اللي بس يعصب ان شاء الله القميص تبعه بس فرج ما بيلقى معك كفين عضلات رجليه منبهين مثل رجلين الحصان وشو شوفك بعضلات رجلي؟ شلح شلح؟ كمان المسألة فيها شلح يا كوسر لك ايه شلح؟ شلح فصل عن حلبة ببطولة الأرجنتين بالملاكمة مو هو بطل الأرجنتين بالملاكمة؟ فرجانا عشريط تبع مباراة الكأس أما أحلى شغلة بشريط يا فرار تبع شد الحبل بتفقع من الضحك وفي شد حبل كمان لك ايه مو هو بطل بوينس ايرس بشد الحبل؟ ايه روحي عنا يا شلح البطل الله شد الحبل اساسا لعبة جماعية ما بيقدر بيلعبها واحد لحاله لا فرج لحاله ليش عم اقول لك بفقع من الضحك شد عشرة كانوا عم بيكزوا عسنانهم اجا هو نتعة واحدة حق هرهرة عن اذنك انا ماشي عود فرج سهراني لو كنتي مهتمة فيني ما كنتي بتحكي قدامي عن هذا بسام 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 شو بحبك
السحرة؟ شو حكيت معه؟ قولي بونجور. أبوك يا البونجور. كوثر موجودة؟ أنا كوثر. عم بمزح عم بمزح. تفضلي تفضلي. أهلا بالرياضي. الحقيقة صيتك سبق، ما بعرف شو بدي إلّا غير إنه أقدم لك نفسي. جميل أبو كرعوبي. بسام منا. أهلا بسامو. هلا بسامو. يا هلا أختي عبير. مادموزيل. مدامتي بوسينة عبدو الكلب. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة مدام. بسبوس حبيبي، أنت بتقدر تروح، الضيوف ما رح يرتبوا عليكي. لازم تروح لأنه أبوها كتير تعبان ولازم تشوفه. امبارح هو وراكد ورا كلب قام حصل له خير. مع السلامة مدام. عن إذنكم. بوسك حقي. سلامتو البابا. ميرسي. عن إذنكم. جميل، أنا ما بتأخر، بحاول أرجع قبل ما تروحوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بسام بيك، تفضل ارتاح. أهلين جميل. الحقيقة أخبارك سبقتك. أكيد من شان بطولة العالم بالمفاكشة. أنا مفاكشة؟ لا مفاكشة ولا مصارعة ولا شد الحبل ولا مدافشة. ما شاء الله عليك مسبع الكارات برياضة. مو مخلي رياضة تعتب عليك. طبعا طبعا، الرياضة ضرورية للجسم. أنت ما بتلعب شيء؟ إيه أنا اللي بلعب. شو بتلعب؟ إيه بلعب بكل شيء بلعب. أبو كيروز أحيط. أبوك يا اللعبة. عبورة يا ميت، أهلا وسهلا. هيك يا جميل مالك حق تقلي. وبسام كمان أهلا وسهلا. كيفك؟ أهلا كوثر. كيفك؟ أنت كيفك؟ منيحة. تفضلي. أهلا وسهلا. وينك لهلا؟ كنت عم ساوي مكياجي حلو؟ تاخدي العقل بسام. شو رأيك تشوف البلكونة اللي عندهم؟ جميل، ورجي على البلكونة. بلكونة؟ ايه ما في غير بلكون جارنا مغطى بالشوادر من كل جانب. بتقولي غرفة العمليات تبع البنتاغون؟ جميل، فهمنا بقى. طلعوا على البلكون شربوا قهوة، في موضوع بيني وبينك وصار بدنا نحكي على رواق. بسام تعا معي. تعا بسام، انت مو حابب تعرف شو بالعب؟ هلا بدي ورجيك شو بتعرف. قول لورجيك. خدوا راحتكم احكوا على ظريف. جميل ما؟ كوثر شو رأيك ببسام؟ شو يعني؟ من أي ناحية؟ شلون يعني من أي ناحية؟ لما بنت بتسأل رفيقتها شو رأيها بأخوها، من أي ناحية بده يكون يعني؟ شو بعرفني؟ لا تخافي لا تخافي، بيكون عم يشرح له شلون فكش غريمه. طيب شو رأيك تروحي على الأرجنتين؟ فكرة، بكرة بس نتزوج أنا وفرج بنعمل شهر العسل بالأرجنتين. لا ما شو حوبة، لسه بتقلي منروح أنا وفرج. بقلها بسام بتقلي منروح أنا وفرج. هلا شو بدنا بفرج؟ شلون شو بدنا بفرج؟ بدك يعني روح لحالي. ايه انا بالشام يلا عارف دور لحالي. ضيع. لا ما شو غبية، شلون لحالك؟ طبعا مو لحالك. انا وامي. معقول ما فهمتي؟ انتي وبسام جدبي وفرج. لسه بتقلي فرج؟ كلب وكمش عظمي. بسام بدل فرج. بسام بدل فرج؟ لا انا بحب ولا فرج. بدي افهم بس شو عاجبك بهذا فرج. منخاره مثل الباذنجانايه ولا شفايفه مثل الطلامي. ايه ما بتشوفيه وقت بيحكي شلون بيصفق؟ عبير انا بحبه لفرج حتى لو كان انفه مثل القتايه. سكري هالموضوع اجت امي. هي عبوره عندنا. يا مرحبا يا مرحبا، نوره اتفقع على الكهرباء. هي على الفاضي مشان ما لغمطك بالعبره. اهلين تام. اهلين مامي. إيه شلون اخوك المغترب؟ امتى رح يرجع على الارجنتين؟ لكو على البلكون، ما رح يرجع حتى يلاقي عروس. وشلون هنيك اوضاعه؟ ان شاء الله حالته مستوره. ايه شو مستوره؟ عنده 3 كازيات ومزرعه خير ومعمل بكرات محارم. كاغت ماما. كاغت عرفت مالته اللي ما لها غير هالبضاعه. ايه ماشي هنيك. نادي له حتى نتعرف عليه. بسام يا بسام. ايوه. تعا طنط بدها تتعرف عليك. تعا انا طنطك فردوس. تعا بدي اتعرف عليك. اهلا طنط. اهلا وسهلا. اهلا مدام فردوس. تعا تعال اتعرف عليك. مزبوط. الله يرضى عليك انت واخواتك ويجمعك بعروس هلا فورا على السريع. اهلين مدام. شكرا. شو في على ايديك؟ ما في شيء. غبره. وينه جميل؟ ما يجي يقعد معنا؟ هلا بيجي. عم يلملم شقف البلوك عن البلكون.
وشو جاب شقف البلوك على البلكون؟ قال لي ما فيك تكسر 7 بلوكات الضربة واحدة. قلت له بقدر. على بتقدر وما بقدر وبتقدر وما بتقدر انت فرجيته. ايه قدرت. قدرت منين جبت البلوك؟ قال لي ما فيك تشيل 7 بلوكات من الحيط بدون ازميل. قلت له بقدر. على بتقدر وما بتقدر بتقدر وما بتقدر قمت شلت 7 بلوكات. بس ولا يهمكن، بكره الصبح رح ابعت العمال يصلحوا الحيط. لا يكن لك فكرة. ولا يهمك بسام، اهلا وسهلا. اهلين عبورة. اهلين فيكي. رح ساوي لكم قهوة انا. اذا ما عملت مشكلة كبيرة اليوم معناته رح تنكسر الشربة براسي. الو جميل عم يحكي. جميل ايه فراج لحق حالك. هلا مو وقت التحقيق، رح يطير الصفات. ايه صفات الحلاوي اللي حكيت لي عنه دفدنا 65 راس خيل وحلبة للتدريب، بالكازيات 40 عامل وعاملة، عندي 10 خطوط انتاج وناوي افتح مشاريع هون. وان شاء الله لقيت العروس. عم دور. كل ما عجبتنا وحدة بتطلع مخطوبة. شو عليه؟ تترك خطيبة. كيف من كان ما رح يكون أحسن من بسام؟ بمين اتصلت؟ بفراج. اتصلت بفراج كوسار. اتصلت بك. اتصلت أمي بفراج. جي اتصل فيه وقول له لا يجي. هي رنت رجله. فراج. جميل شوفي شو بصفات الحلاوة. في زبون جوا بده يخطب كوسار. شبك فايت محمود؟ جلسي لي قعدتك. مرت عمي انت بدك تبطلي لي هالدواوين ولا بدي اخبص بفشتك؟ فك بدي فش منيع شيطك. عيب عليك يا اخت، حسن ملابسك بس تحكي مع ستات. انت بالذات بتسكت ولا حرف احسن ما هرلك اسنانك. انت؟ وبفك النيع تبعك كمان. انت؟ فرخش ما بدخل عليها، هلا كسر 7 بلوكات على البلكون بفرد ضربه. شيلوا لي الترابيزات من هون وبعده من هون. ولي ولي استاذ بسام، استاذ بسام طول بالك، لا تحط عقلك بعقل واشش هذا. انا واشش ولا انت بستين لسان وسبعين وش يا حربايه؟ لا تخافي يا مدام، انا ما رح اذيه، بس رح فهمه انه ما بيطلع له معي. بسام الله يوفقك اتركه. بسام ارجعي لهونيك ارجعي. فراج روق روق حبيبي، بعرفك لما بتتحيوان. انا ما بروق الا اذا وقفتك عند حدك. اتصلوا فيني بالبناية وخبروني انه في عندكم ضجة هون بالشقة. على كل انا بعرف مين اللي اتصل، ما في غير هالكركمة اللي تحتنا. لا مو الكركمة وما ضروري تعرفي مين. هلا بدك تقلي إيه ما في غيرها بيتصل. هلا هلا بدي اعرف شو عم يصير عندكم هون بالشقة. عم تعمروا شي بدون رخصة ولا عندكم شي خناقة؟ شوفت عينك عنا ضيوف. كنا عم نرحب فيهم. أهلين عمو أبو شقيب. كانوا فايقين بعدين ناموا. أنا بس ضلغطت. يعني أنتم متأكدين إنه ما كان عندكم ضجة هون؟ ولو طبعاً متأكدين، بس ما في غيرها هي الكركمة بتفتري سيدي. لك ما الكركمة، ما الكركمة ما لها علاقة، فهمتك 100 مرة. لك هالشغلة قوم صح النوم. صح بدنك. وأنا هلا رح أتأكد بنفسي. الو مرحبا انا ابو شكيب. لك الشرطي الشرطي الشرطي. ايه ما الدركي
انا رئيس المخفر، ما شاويش الكراكون. ايه منيح اللي عرفتيني اخيرا لكان. هلا انت متأكدة انه الضجة كانت من الشقة اللي فوقك؟ ايه متأكدة يعني؟ طيب ماشي الحال. ايه مع السلامة. الجماعة ما يقولوا انه الشقة اللي عندكم هي اللي طلع منه الضجة. شفت؟ بتضل تفتري، ما حدا ساكن تحتنا غيره. يا حضرة البوليس المحترم. عفوا عفوا، مين الأخ؟ ضيفنا الأستاذ بسام منعم، مغترم بطل العالم بالمفاكشة. ايه شرفنا، اتفضل بقى قلي شو كنتك تقول؟ نحنا كنا عم نرقص. شو المناسبة؟ قريبا عرس الأخ فرج على الآنسة كوثر وعم نحتفل. ايه ألف مبروك، ألف مبروك إن شاء الله. نحنا مبسوط، بس نحنا شو منريد غير إنه يكون مواطن مبسوط. ايه بس ما ضروري دبكة، ليش شو من رأس الشرقي؟ ها نحن رقصنا على الخفيف. بس هاي البلوة اللي تحت، هلا ما عاد في الا هاي البلوة اللي تحت، مسكتوها وقمتوا فيها الشاد. انا قصدي اللي بلغوكم سمعهم قوي. يلي بده ياخد راحته لا يسكن بهيك بنايات، يروح يسكن بدار عربي قد ما بدبس، ما بيزعج حدا. انا شخصيا العرس بدي اعمله بدار عربي. ونحن معزومين؟ لا يا ابو شكيب، انت اول واحد. بس انا ما بضل ادبهك الا على الراسه. انت وقدود. يلا لا تغصونا خاطركم. وانت بتقدر تفاكشني؟ الله اعلم. مر لعندي بكره على المخفر، اشرب لك كاسه شاي وخلينا نتفاكش. شو بده بهالصراحه ابو شكيب؟ لك ليش يا جميل؟ بعدين متشرف بمعرفته. لا مو قصه معرفه، بس يعني بدك تفكشه بدك تفكشه، لانه اذا فكشك رح ياكل فلقه. الله يسامحك يا جميل. لك انا لا بدي افكشه ولا شيء، بس مشان افتخر قدام الكل واقول اتفاكشت انا وبطل العالم بالمفاكشه. يلا خاطركم. راعي قوات الشرطه تعمكم مثلنا. لا ما رح نتخانق، هات راسك لبوسه. وانت هات بوسه كمان. مرت عمي، امتى بدنا نساوي العرس مشان نعزم بسام وعبير؟ لك شو انا اللي بدي اتجوز؟ عندك كوثر تمحق منك إله. انا كل اللي بقوله فرج موافقه عليه. صحيح مثل ما بيقول البطل، لا تخف صاحب الا بعد قتله. ولي لك شوفي الشرطة نازلين من هون. شو صاير؟ متي متي تعبتي قلبي يا غزال، قلبي تيجي شمال. تعبتي قلبي يا غزال، قلبي تيجي شمال. شو صار لك؟ ايه فهمنا. طيب شو ساوي يعني؟ ايه فعلا راح عن بالي الموعد. محروس خلال انا 10 دقائق بكون عندك، انت اخترع لك اي حجة كانت. اريفيديتشي محروس. كوثر تعالي. لا ماما، انا رايحة مشوار كتير ضروري، خلي عيونك على اغراض البيت. ليش بده يصير باغراض البيت؟ لك كوثر شو بيعرفنا هدول عيونهم مو شبعانه. وليكن لك فكره ماما. ولا تسكري الباب البراني، خلي ابو كيروس بس يجي اذا صار شيء يولوي. انا اذا صار شيء بحط اصابيعي هيك وبولوي. انا اتصلت بفرج قلت له خليه يجي. هان علي اتركك لحالك، فهمتي؟ مثل ما وصيتي. تجاوب. مادموزيل؟ يا مادموزيل؟ نعم؟ مادموزيل؟ ايوه؟ إذا بتريدي بدنا شي كرسيين نقعد عليهم لبين ما نشرب الشاي اللي بدك تساوي لنا اياه. اتفضلوا اقعدوا هون. لا معلش، اواعينك كلها شميمة ورمل. معلش تفضلوا اقعدوا هون. شبك ما في غير ترفع الطاقية وتنزلها، شبك؟ لا برا هيك بيعملوا، بدنا يحترموا الست، هيك بتشوف بالسينما. لك انت اصلا ما حدا نزع غير السينما، وبعدين هدول اللي بيرفعوها بيكون في تحته شعارات النشاطين. يمكن تكون صلعه. لك اخرس.
تفضلوا. الله يسلم الديار. الله يسلمون. الله يبعث لك ابن الحلال يا رب. مظيم؟ نعم. دايك شي شمنتو اللي عم يهر مني على الارض؟ لا، هر قد ما بدك. مظيم؟ نعم. شي معلقة سكر زكاتي. تكرم. ولا إلي؟ نعم. حطيها. شو هاي؟ اصبعتي. لك شو عم تنخل؟ لك. لك انت معطوط على لك شو فاهمك انت؟ حطك على الجبل هاي السكر. اصبعتي على ابري مثل الفراية. علي. شو في؟ شو رأيك تاخذ الأم؟ الحمد لله، الحمد لله كافينا، عنا وحدة ويلا قايمين فيها. لك أقول لك أربعة. عم أقول لك عنا وحدة ويلا قايمين فيها. معلم هي مو أنت بتقوم فيها، هي اللي بتقوم فيك. بعدين إذا أخذتها بتغنى لولد الول. ها! هل هي عم تستنى لأجي أنا أتجوزها؟ لك إيه، لك إيه، إذا أخذتها بتصير أحوالها فوق الريح. بعدين بيجي أنا لعندك، بخطب المطمزي، منصير سعيد بيك وعبده بيك، شو رأيك معلم؟ ايه قوم حاجتك عليك مصدي خلينا نترزق. يا رب اصلا انت مالك وش يعني؟ تعال تعال كوثر. بعتتني امك لعندك قال ما في حدا بالبيت. شو بنا صبيعك؟ ما في شيء، ما شبهن شيء. امبارح لما رحت من عندكم حسيت بشوية وجع، رحت على المستشفى صورتهم. ان شاء الله ما في كسور. لا ما في كسور، مشعارين تشعير بس. ايه انت امبارح ضروري تتحدى بسام، هو كسر 7 بلوكات، انت ضروري تكفي على الباقي. انا كسرت 10. عم ينقفوا علي تنقيف. ان شاء الله انا. جيبي. تستاهل. لك استنيني لك اطلعي لقبري صحتك شي دولة قهوة تكون مثل العسل وحطي اصبعتك فيها ولا قل لك حطي اصابيعك كلها ولا أصابيعي. تسلم لي بس شوي شوي فرج. ايه عبي صدرك رز وشوربة. بتشارتك او سورة انه انا بقدر بكسر لك 25 بلوكة على البلكون ضربة واحدة. بعرف. قوم قوم. مو هلا مرت عمي بس لحتى يجبروا ايدي. يلا صوت يا شطور. برافو. يلا شوي شوي فرج. يلا وهي اخر معلقه. يلا دوري. ليش قصيت الطنجره؟ لا لسه في اكثر من نصها. هذا ضامن صحن. لا توجعك بطنك فرج. لا تخافي علي انا لسه ما شبعت. بعدين لا تهكلي هم بطني انا بقدر اعبي بطني برميل رز وشوربه. تعال هكا كوسورة. ان شاء الله ايدي يضلوا مكسورين على طول عشان ضلني عم باكل من ايديكي. ايه كوسر امي انت ساوي الشاي انا بلقمل فراش. لا لا ما بدي ما بدي شبعت. طعميتنا من خيرك لا تحجنا لحدا غيرك دايما تمحي. عمليني شاي. صحة.
على قلبك. صبي لي كاسة تانية. ما بقى في شاي بالابريق. غلي لي بريق تاني. هلا؟ هلا. ولا ليه تعي 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 تعي. وصليني على باب الحمام وافتحي لي، او الباقي انا بتكفل فيه. لك العريضة بتعرف ايديك مكسورين، حاجة تغب مياي وشاي بقى. يا سيد فرج، تأخرنا بالحجز. ما لقيت حجز. يعني بكلام آخر؟ ما بعرف، ما في قدامنا غير نأجل. لا سيدي ما منأجل، أنا لإمتى بدي ضلني عريس مع وقف التنفيذ؟ طيب شو الحل؟ ما بعرف، بدي العرس يكون نهار الخميس. لا خميس عن خميس ما بتفرق، ما عم تقدر تستنى للجمعة الأخرى. يا ستي أنا بتفرق معي، معير على الخميس، يعني بكرة، إذا نهار الجمعة الصبح ما كنت متجوز كوسر بفقع. سيد فرج، تحمل لك هالأسبوع. شلون؟ صار لك طول هالعمر مدبر حالك، يدبر حالك هالجمعة. أنا تيس ما بفهم. العرس الخميس يعني الخميس. ولك تيس تيس ما اختلفنا، والعرس الخميس بس وين؟ هون. هون وين بده يسع العالم هون؟ مو مهم العالم، بلا ما نجيب طبل وزمر، المهم أنا أتجوز. بس في ناس ما بنقدر ما نعزمهم. معناها بلا حفلة، بنعمل الحفلة بعدين. أنا حجزت شاليه على شط البحر مشان نعمل شهر العسل. لازم من بكرة نبلش. هلا طقت احترقت، ما عاد يمشي الحال إلا هذا الخميس. ما بعرف، أنا إذا ما تجوزت هالخميس تفلت زنبركاتي. أنا قنبلة موقوتة معير على هالخميس. لا تخاف، بجيب لك مهندس ألغام. بفقع فيكي وفيه. لك خلص خلص عم نمزح، الخميس الخميس. لك تمحق منك إلى شو أنا اللي بدي أتجوز. شو بيعرفك أنت؟ عم قل لك شاليشي بيطير العقل، تحتك بحر وفوقك حرش، يمينك هرج ويسارك مرح. مو بس هيك، لك مو بس حلو، حسن وسمن وغمازات والشامي عنبر على الخد. نيالي. مو بس نيالي، خضرة ومي ووجه حسن. هيك قالوا لي لما اتصلت مشان احجزها. عاد بتشم لك شو هوا نقي؟ ما بدي شم جنسه للهوا احسن ما اكل هوا. اول ما رح اوصل رح طربق الابواب كلها وسكر الشبابيك ودحش تحت الابواب جرايد مشان ما حدا يشوفني. اخر معي اكل بيكفيني شهرين. لك اخي اذا بدك تروح وتطربق الابواب خليك هون احسن لك، هون في كونتيشن، ابوك الكونتيشن. الاقي مشان كل شوي حماتي تدق علي الباب. لك عيني بدبر لك شقة، حماتك ما تعرف طريقك ابدا. ما اقتنعت، إذا ما دقت حماتك عليك الباب بيجوا ليهنوك ما بيخلوك تتهنى، وما فينك تصدهم لأنه بيزعلوا بعدين، هون بكفيك زمامير السيارات. لك أخي شو دخلها زمامير السيارات؟ فهمني. شو مفكر الشغلة حيالله؟ هي شغلة بدها تركيز. لك أخي شو تركيز وما تركيز؟ أنت تاني، أنا لي رفيق من زمان كان بيشتغل بالمطحنة. طفران اتجوز فيها لانه ما عنده بيت وما في الا بيبز ولاد، صار عنده شي 13 ولد. 13 ولد بالمطحنه؟ ابصر كيف جايبهم هاد. كيف بدي اجيبهم يعني؟ صارت الساعه 12 ونص، لايمتى بدنا نستنى؟ هلا بنتاخر بنضيع بالحرشه. محروس يا اخي وينك يا محروس؟ وينك لهلا؟ صرنا ساعه ناطرينك. اقعد اشوف اقعد. قلي شو استأجرت الشبح 600 اس اف اخ ال اط از ام مع سائق لانه بدي اتهندك للطريق. صار له ساعة تحت. يعني ابو كيروس لك شو عادك هون انت؟ غلطوش فردك انا. روح روح ساعد امك مزير، روح على راسي على راسي. طير نيالك. يعطيك العافية جمول. مبروك صهري. يعطيك العافية مرت عمي، ايدك ايدك لبوسة.
الدعاء بدنا الدعاء بخاطركم. رايحه معكم. ما في داعي مرت عمي، الستمية شبح اس اس اف ام قطقزنا طرتنا تحت. رايحه معكم علاديه. علاديه يا حلالي ويا مالي ويا رب عيرت عليا يا حلالي ويا مالي. Da-d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 a